اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلونا نروح لاخبارنا، اخبار النادي الاهلي. كابتن خطيب بيشكر نادي وفاق سطيف والجماهير الجزائريه الشقيقه. كابتن محمود الخطيب وجه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الشكر والتحيه الى نادي وفاق سطيف وادارته وجماهير الجزائر الشقيقه على ما لاقته بعثه النادي الاهلي من اهتمام ورعايه طوال فتره وجودها هناك، واضاف أن البعثة تم استقبالها بحفاوة شديدة وكرم الضيافة، وهذا ليس بجديد على الشعب الجزائري الشقيق. شدد رئيس النادي الأهلي على الروح الطيبة التي سادت المباراة ما بين لاعبي الفريقين والتشجيع المثالي لجماهير وفاق سطيف، وهو ما يعكس قيمة الرياضة التي تزيد من التقارب والمحبة بين الشعوب. وتمنى الكابتن محمود الخطيب التوفيق لنادي وفاق سطيف في الفترة القادمة، والسعادة لجماهيره التي ضربت مثلا في التزامها وروحها الرياضية العالية. وكانت بعثة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي قد وصلت مطار القاهرة صباح اليوم قادمة من الجزائر بعد الانتهاء من مباراة وفاق سطيف التي أقيمت على استاد 5 يوليو في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل 2-2 ليتأهل النادي الأهلي لنهائي البطولة الإفريقية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب برباعية نظيفة.